نروح لرياضة تانية ممكن ناس كتير ما تكونش عارفاها، وهي رياضة الايكيدو. واحدة من الرياضات اللي بتحتاج قوة جسدية، يمكن ممارستها مش مرتبطة بعمر، ممكن تلعب من وانت عندك 5 سنين لغاية وانت عندك 90 سنة. هي لعبة دفاعية بتعتمد على الطاقة، انسجام الجسم لتحقيق مفهوم الدفاع عن النفس بأقل جهد وأسرع زمن. خلينا نعرف أكتر عن الرياضة مع سنسي محمود ممدوح بكار، وبالمناسبة سنسي يعني كابتن، ولكن بتقال عليها كده في الكاراتيه التقليدي ورياضة الأيكيدو. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. يعني وانا 16-17 سنة كده بدأت ألعب كاراتيه أوكيناوا في نادي الشمس، كاراتيه وكنت العب قوه، وكنت بلعب قدم في الطيران في توقيت واحد يعني. بس الكاراتيه اخذ مني حوالي سنه ونص من جيت بعد كده كنت كملت بقى العاب قوه ولعبات اخرى يعني، ثم جيت على الثمانينات اشتغلت كونغ فو فتره طويله يعني. جيت على 2006 بدات الايكيدو، وصلت بقى فيه اللي انا فيه حاليا دلوقتي، ان انا 6 دان تراديشنال ايكيدو، 6 دان ريل ايكيدو. وجيت من سنتين او من كنت حضرت قبل كده من فتره يعني انا اعمل فن قتالي خاص بيا يعني، اللي هو الشوك فايت، اللي هو جمعت فيه بقى الكاراتيه مع الكونغ فو مع الجيت كوندو مع الايكيدو بمدارسه المختلفه اللي انا درستها مع الكيوشو اللي هي نقاط الضعف يعني. بالنسبه للايكيدو يعتبر فن قتالي حربي، لان ما ينفعش في الايكيدو يتعمل تنافس يعني، ما يتعملش ماتشات تنافسيه في الايكيدو، ممنوع، لان لو اتعمل فيها منافسه في مباراه يعني ونفس الفنون بتاعتها موجوده يعني، يا واحد هيموت يا هيتكسر، اقل حاجه يا هيموت يا هيتكسر، فما ينفعش يتعمل لها رياضه. الا بقى لو هنقعد نشيل منها نشيل 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 يعني، هنخرج لعبه من محتواها خالص علشان خاطر نعرف نعملها رياضه قتاليه تنافسيه. ما يميز الايكيدو، طبعا الايكيدو بينقسم الى 3 اقسام، قسم منه اللي هو الجو اللي هي العصا المتوسطه، العصا المتوسطه اللي هي تيجي من تحت الابط كده لغايه الارض، ولان في عصا طويله اللي هي البو بتاع الكونغ فو، في الاسكريم اللي هي العصا القصيره، هي العصا بتاعتها عصا متوسطه، دي تعتبر تلت الايكيدو. والتلت الثاني اللي هو البوكن، البوكن اللي هو السيف الخشب اللي هو تقليد الكتانه. ثم التلت الثالث الاخير اللي هو التاي جيتسو، التاي جيتسو ده بينقسم قسمين اللي هي الايد الحره يعني، التاي جيتسو بينقسم قسمين، قسم منه الرميات اللي هي الناجي وازا ازاي يعمل الرميه، والقسم الثاني اللي هو الكتامي وازا، الكتامي وازا اللي هو الخنق والكسر والتثبيت. فده ده المحتوى بتاع الايكيدو. تحت كل واحدة من دول بقى في العديد من التكنيكات والتقنيات. الفن القتالي اللي هو في الايكيدو يعني بيرتقي فيه من الاحزمة المبتدئين، 5 احزمة زي الكاراتيه بالظبط، اصفر وبرتقاني واخضر وازرق وبني، ثم بيبدا 1 دان اللي هو اسود، 1 دان، 2، 3 لغايه 10 دان. لا والله انا عن نفسي شايف ان القاعده في مصر ضعيفه، طبعا ما زالت حتى الان ضعيفه جدا يعني. هو الايكيدو المفروض دخل من سنه 81 في مصر، لكن حتى الان لا القاعده ضعيفه جدا يعني. بالنسبه للكاراتيه والجودو والله محتاجين دعم الاتحاد عن كده، محتاجين انتشار في المحافظات يعني، دعم الانتشار في المحافظات، ناس بتوع المحافظات يدخلوا زي ما هم داخلين في الجودو والكاراتيه والكلام ده كله. احنا مش عارفين يعني، صعب قوي موضوع المحافظات ان احنا نسافر لهم وكده.